تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية لبروناي رعاه الله هذا اليوم بزيارة إلى الحرس الملكي التابع لقوة دفاع البحرين يرافق الضيف الكريم صاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين. وقد كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من أصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين. وفي مستهل الزيارة عزف السلام السلطاني لسلطنة بروناي دار السلام والسلام الملكي لمملكة البحرين. Thank you.
خلاص يا هي كتان لا استنجالتكم من صراف حرس شرف سي يعيش جلالة الملك المعظم يعيش جلالة الملك المعظم يعيش جلالة الملك المعظم يعيش إلى اليمين دو ماتل الفر واستمع جلالة الملك المعظم وأخوه صاحب الجلالة سلطان برونايدر السلام إلى إيجاز قدمه الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن الواجبات التي يقوم بها الحرس الملكي والخطط المستقبلية لتطويره. وقد سجل صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقي سلطان برونايدر السلام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية لبروناي كلمة في سجل زوار الحرس الملكي أعرب فيها عن سعادته بزيارة الحرس الملكي التابع لقوة دفاع البحرين مقدرا ما شاهده خلال الزيارة من عروض وتمارين عسكرية
تعكس القدرات القتالية والمستوى المتطور الذي وصلت إليه قوة دفاع البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، كما تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة. بعد ذلك شهد جلالتهما عددا من التمارين والتطبيقات العسكرية شارك فيها العقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين. نفذها منتسبو الحرس الملكي وامتازت بالدقة والمهارة والإتقان، حيث أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم عن سعادته وترحيبه بأخيه صاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام ضيفا كريما وعزيزا في أحد صروح القوات المسلحة البحرينية، مشيدا رعاه الله بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين وسلطنة بروناي دار السلام الشقيقة في المجالات كافة، خاصة التعاون العسكري والأمني لما فيه خير البلدين الشقيقين وأمن المنطقة، مقدرا حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله ما يبذله الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي من جهود مثمرة وقيادة مميزة للحرس الملكي. كما أثنى جلالته أيده الله على مشاركة العقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين في هذا التمرين، شاكرا حفظه الله جميع منتسبي الحرس الملكي البواسل على ما يقومون به من واجبات وطنية سامية بكفاءة عالية وروح معنوية رفيعة، متكاتفين يدا واحدة مع إخوانهم الشجعان من أسلحة قوة دفاع البحرين.